بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن كسول وادا وركي هبين ما يورباهين دا درويش تي في ان راديو مقعي بوحا واحمد محمد قضب بضعي دين كوها يوحا كمدا البحانت هو يسوها بروح بي واللي سبوت يا سيدة تيس عقوك الشيغين واللي بحي سارتنا يا الله تعالو قار كمدا يسي مدى اسي سي او قاري ديك مدى كالبايد اي قبل كا سول كتسن ما يركي سومالي لان غومك عونا يغوري او شيغين اسكع سلي شركاسي مقتشو وحا كدعي بنا بح لوغ سوهر جيدو حركي جنرال سيدو اي دور دل حيشال هكا سكوح داي قطب بداسي يولي بكوة كلك سوردو وادا اينو قبل اونا اي قطب كوكو هرية غراد شامع غرا عالي وكم اذا يسي مدى اسي سي خاتو مغارا هانو قبل كسول ايا مانتا كاري دين مدى كلابيرو او كتر سن قبل كسول غراد شامع ايا شيغي اني ديارو يهين ويشي غير لبعض اي سومالي لان لغا سفين ايو اغار كلاس عانود انا فضيقا اينا فضل فضيو وكتا اللي وحيري بحانا وفعل لي رواي سوكرا mayirka degmada yagoori ugu magacownaa maamulka Soomaaliland Idli Xuseen Haaji ayaa sheegay inuu xilkaas iska casilay waxa uu sheegay inuu la daran yahay bulshadiisa isla markaana uu ka xun yahay dhibaatooyinka ay Soomaaliland ka keysanayso gobolka Sool Rahmaan Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin Suma Salaatu wa Salaam Alaa Rasuulillaah aan anigu ah Idli Xuseen Haaji Maxamuud ahaana gudoomiyihii ugu magacaawnaa degmada Yagoori rajiimka Muuse Bihi waxaan maanta oo taariikhdu tahay 20ka bisha August cadeynaya in aan iska casilay oo ka tanaasulay xilkii aan u hayay rajiimka Muuse Bihi markii aan horana anigu dadkayga ayaan la dareen ahaa
كبعدنا وحنا هذه ذلك الدبدي سووا هذه إثيوبيا شيء إثيوبيا أخيرا عافيمات وانو مغنا تذكر أنا درين بان إن لاها شيء سجد فاعن هيريا إن كشيم كاس مصبيه إن بان لا درينها كبعد ما كان هاد يرسون وغلينا يا أنا أركي تلاقو ماشى أي مرة سو إن لقو تلاقى لي إن مركي إن إس سي يو قبل هذا وقوي المصابي حمامله أي إن جبت دم بسقوس ونقندور وأنت أركي لو كسكتير عن أي إن حالة دو دوين تهاي أما نقرصه إن شاء الله أي واحد بأنصر إن ترو ويمادو هلكن وأن دس كي لا ترى نقضه soo noqod kayga aan ka bacdi imkana waxan diyaar u ahay boqolkiiba boqol inaan dalkayga iyo dadkayga difaaca iyo xoreynta la galo oo la garab istaago hiil iyo hooba aan la garab istaago ayaan imkana diyaar u ahay cadeynayaana oo igu lilaahaya sida ayaan u sheegayaa dadka iyo dalka reer SSC sida ay ogaadeen intii hore ee aanu ka maqnayna waxaanu kaga maqnay danaha aanu sheegnay caafimaadka wadalka bamaanaan joogin wa billahi tawfiq. Hagaag haatani garowe iyadoo maanta ay ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee bilaadantinimada ayaa Puntland waxa ay sheegtay in dad ka badan 1 milyan ay deegaanadeeda ku jiraan xaalad bilaadantinimo kuwaas oo u badan dadka degan gobolka Sool maadaama ay qax iyo barakac aan loo meeldayn kala kulmeen SNM waxaan rabaa inaan idin la soo saaro walaalaha dowladka iyo gargaarka inta la hawlareed qofba xaalad walba iyo cid kasta ay qayb ka tahay si waxa ay leeyahay waxa weeye in rumahantii aroon ay qof kasta oo barnaamijka ka shaqeeya inay caawiyo dadka walaalaha ee uu dhibaatooyinka سلطحة يبركع وحن كمان جعلهاي إيه الحصول دبالة لكسوح لقوم الكسوح عن مغايرة الأسعاد وحن كبركع تذكر بافية لا يكبر بركن وحن كود انتكم المان كن وكلا ودرمي إلى حد إن حضرها كأولدتن كنتنا ندرمي يسوى كلا إن تركز قح يبركع أي من كسوحان المجسد سيادتك وحر رائعين لما تبقوا يدعنا دفكي هالكا كل انتي يأتي كل رعمي بالنبيده معلمينتي أرضي لواتك جمع يدعنا إيه يا هرون حرسك إنت دعنا إلى هاي إثنين فاتحرنا منه فتح انت كل قدعي وحر رائعين إما وحير أن مدام المدينة مدافعين محمد عيد اسمان كراش من سبيل رجولا سألتهم بدل واحد سعودية أساس من تبديل وحي وسائل قرية التي مصروا الشيدين دولة الصور دولة كمية وعلى كل رجولة بمية عام أي تواني وصور دولية ودبت هنكاس وحيانين كسوة بالرجولة الأسعانات الحمد لله كبير السنين حتى واحد صوص على أساس من تبالي على مستوى نهار هو شاء الله بإذن الله الكريم إن بلدك تهلك أبوين عدوا واحد وجارسين وعدوا واحد وجارسين وعدوا واحد جارسين عدوا واحد جارسين طبعا صوت ومنظرة بإذن كدنا نقول شاء الله رسو علمه أنا وسكت عشان نهار ورجع عزيلا إن شاء الله بإذن الله الكريم ومثل بي أحد وأنا هاكم بمانت يتبقى بيسي سواء وشوه inta la wax ka jira amni kooxa oo dhammaan hay'adaha ku kursiyay kana shaqada deegaanada oo dhan alxamdulilaahi rabbil caalamiin siyaasiyiin iyo waxaa insha allah aan siin lahayn degmaarno shaqada ay wasaaraddu ay hayso bulshada annagu isku hayaa ninka iyo inta ku sartay ee ka shaqada deegaanada waxaan leeyahay gacmeedid ku wax ku bartaan insha allah aan rabbina sidoo magaalada muqdisho iyo waliba garowe maanta waxa ka dhacay mudaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeedo xarigii shalay dowladda dhexe ay u keysatay jeneraal Sheego oo hore uga tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya. Sheego ayaa dowladdu ku eedeysay
إن أو كقريب قادنا إيه فلان كأمن ترد إيه مجال ده مغطي شو كده عيا هذا بقى عارك من الدوينها الصوماليات أي واحد يسوق صباحين ودوين كواوين إيه مجال ده مغطي شو يقولي بالجروة وحين الدولة تقعد سدين إن سدك ده كله سدايو جنرال شيغو قول بلادي ان شاء الله تعالى عرجينينا ان برنامج انه سي سعودون الا جنرالك او كسي الحريديت انا مدن عصم انا معسنين مدن عصم اهن انا حقين وانا هلا ما فهمت وين لسودي انك حدي كل انا واحد بس مننا انا وركي ما اهن ور اسك هذا المهن انا وان واخذني وانا سمينا فعلكن ما فهمتين وين لسودي انك وين لسودي انك ها كان انت كبحت مسوك الله دغال ما مسوك سان ماهن مسوك حق لدير روا مسوك سيف عن لنت سيوا سان وحواي جنرال كاين والله بالله وحواي اني وحان وحلو دول قادي كر ماهن ارنتان اد او خمان ارنتان وحان عدسنيا ان مدحبينها يا ارنتان او كغراو ارنتان ارن وحواي وحد غدب اي واي لو ارن لو دو قادي كر ماهن والله بالله اديك عاد الا وحواي الا جنرال حكس لغا سيو يا الا جنرال حكس لغا دقنكا ان ورودا سياسيينتا بعد سلام أنتي وحربا إن هالكان أن كهلو دعذو أت فولحن أه أو كدا عدا يدكم هذا دركين لي دعذا سو كوساسنات جنرال كي وينا أو دل كان إدات كان أو كبد بادي عدوجا لبضة شبيله ده شبيله هوسة إن جرجيسا لوجو برتيل ما ميسدي ودقال لو قاضي ويلي بو مجال هذا مقدشو إيدو عن وذا أكسون هاي توجو برعد dad telefoon oo dhaco dad wax walba dhaco iyagoo dhowan ah waxa la yiri tuugadan degmada dharkiile sheego guriyisa laga abaabula generalku waa la weeray xali waa la weeray waliba xali waxa weeray ciidankii oo gobolka banaadir booliski ah weeray ilaaha idinku dhaariyay general Soomaaliyeed oo darajada Soomaaliyeed oo heesto ma warqad loo ma dir karo ma xiliwaan Soomaalaha ma odayaal Soomaalaha soo dad Soomaalaha waayo awood ciidanka oo loogu adeegsaday oo gurigiis loo dhacdhishiiko ana ka awood sareeyo waana ka wax sareeya wiliibo een darajada oo mudna oo generalnimo afeenki ya hadlay wuxuu yiri general ma ahan madarad captain waa uu yiri general waa anaga general uu yahay xasan siiqaan aad darajada siiyay marqaatiyashii wixii oo dhan odayaasha dhaqanka halkan joog waafanti sooma een marka so magaalada muqdisho boqolaal general ah ku nool oo waliba isbaar u taalo oo labada ogsoon yahay oo deegaanadan dib ku hayaan gowladan dib ku hayaan dadkeena wil dhibaatooyin badan xoogan u geysteen guriyaha dhaceen beer dhaceen hanti dhaceen wax walba dhaceen sumcad dhaceen dadnimo dhaceen wax walba kufsadeen guriyahoobi ku garaaceen magaalada muqdisho joogan yaa la hadlay cid la hadasho malahan cid la hadasho malahan gobolka shabeelaha hoose waa ogtiin in wabiga beeraha laga qaadanayay biyo lacag laga qaadanayay waa ogtiin yaal hadlay sheego muxuu yahay jareer waa sheego waa jareer dadka madalan een jareerkan se magaalada muqdisho oo hub ugu heesan kara jareerkan se maxay ahayd oo xabad u soo riid kara jareerkan se maxay ahayd oo maanta oo isku toosin kara ciidan waxaan leeyahay waxaan fariin u diraya dhamaan beelaha jareer weyn madaxda gaar ahaan waalidiinta dhalay ciidanka qaranka ee beelaha jareer weyn fariin dheer ah idin diraa ciidamada furumaha noo soo faarujay hadii janankeena bisaan loo galay furumaha ka soo taga jananka hadii bisaan loo galay oo badbaado qaran ka mid ahaa ciidankii badbaado qaran oo ka mid ahaa kulli darajada waa loo soo celiyay sheego geesi waaye
او كرتيلة او كسامين بدن كنتن جنرال لباتني افر سع ان شيء يتوان سع قدهوذو شيء يتوان عيد النينغوطو شيء يتوان عبد بيلي لي مادين شيء يتوان عبد بيلي وا شيء ويليد مغالا مكدا شيء يتوان ويلو وتي يا شيء يتوان ويلي شيء يتوان اسيكا الويماد ما ماشي فرنبا فرن دقال ميا ماشي فرن دقال ماهن شيغو جنرال واي اللي بانو اللي دادو كده شيء اهلو كده شيء هادين جرال والا سوقتا ويلي سيح بهدل جنانك إنا قبتين قراعين مضح وحي قليون دنبس من الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن ربنا مانتا وتاريخ دوكو باقن تاي لواتنك بيش سديدات لبوكم سدحي لواتنك إنا هل كان هذا الير أو كوبان أن أوسو قد بنو dadweynaha Soomaaliyeed ee degan caasimadda Soomaaliya gaar ahaan barnaamijyashii maanta barnaamijka ka sameeyay magaalada Muqdisho saan la wada soconaba dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu u baneynaya barnaamij nabadeed shacabku inay barnaamij nabadeed ay ku muujiyaan rabitaankooda waxaan deeloon mamnuuc ka ah بنام بحر بشدة وتو سيدا درت بنام بحر إن وحلقو جبو وحلقو بربريو أنتي أمد لقو باب إيو ودوين كي أن هل دولار دلك أكل سكول سيني شعب كيسك كاشن عين وأيجو يقيب أيك عين إن لجبو وأنا سيب درة مركا وحن كدقينا إن دقن كنو عاسة إنه نقصوا على اللابتو شعب كمجال هذا مقدسه حلا النهاي أنا إلى شذا ننتظر هذا أي يقول لي يهين واحد أنت جود عدتك إسكوا ذلا شخص ملها سلاسل لمد أنا شخص كصومالي أم مواد كصومالي بابور كيس دكان كيس أي أسوقنا إلا بتباديو أي عد كست مسؤولية كسر أنت مركز سلا درتت وحلا النهاي بنام بحي مانته وحكوها اللعبي حن أمسن النهاي إن ماركت هذي وحلاقة كبسة كري أما لقى مارمي كري وحنا أن أجن هاي موادن كصوماليات أي سببتي سبنا بحلو سمين هاي قاعن الدولة دو كجريا قاعن عدو كم جريو دولة دنا وحواي وحوسين أي ساح حقوق أولي هاي وحوشرع كلا أيو نهليا وقمنا هرايو وقمنا الدمبايو وقمنا الدمباي دنيو اتكستوا موادن أو صومالية الدولة ده أي أده وحنا مسنا هاي إني كورسوا عن إن أهل كأي أصحابته يكل بقى إن لقى ورسوا شرعية وكهلا شرعية داس أيانا مسنا هاي قرصور كأي أذا أمن جنا وحنا مسنا هاي إني سنكو حد قد بدونين سدى درت هذا وحنا ربنا إن لقوا كل صنا هذا شرع إدقار ملها قفقار ملها صومالي ودون وكده حيا مركينا إلى لنا شرعنا ولا جامارمان si uu nooga halaabin waxna isan nooga halaabin sidaas la mid ah waxaan ku baaqayaa oo aan shacabka guud aan ugu baaqayaa dhacdo kasto dhacayso marka ay dhacayso in qofku oo isan aqaliyada isan naga wada tagin ay fuujignaan aan muujino si aan u badbaadino maaragtay umadeena iyo hantidooda inaan u badbaadino waxaan ogsoonahay maanta jidad badan waxba uu gargaaray maareeyta hanti badan waxba gaar-gaarada sida la sheegayo taasina waxaan rabaa gudoomiyasha degmooyinka ee gobolka Banaadir oo hor ka caayo gudoomiyaha ku xigeenka amniga siyaasada in kormeer lagu soo sameeyo goobaha ayaga ay wax ka dhaceen wixii maareeyta burbur ah oo meelahaas ka muuqdo iyo wixii nadaafad darro ah meelahaas yaalana in si degdeg ah nadaafad wax looga qabto ayaan taas soo jeedinayaa ayagana gudoomiyasha degmooyinka hadii Ilaahay raado waxaan kaloo leeyahay aan sharciga ku kalsoonaano aan sharciga sugno wax nooga halaabi doona ma jiraan hadii ila yiraado marka cid kastana waxaan leeyahay maareeyta aan u hoggaansanaano sharciga aan u hoggaansanaano dawladnimaduna waxay ka wada dhaxaysaa shacabka anagay naga wada dhaxaysaa inaan ilaashanana anaga naga raba wax kasto wuxu dhimaayna dawladnimada inaan ka hortagna anaga naga raba marka aad iyo aad aan uga xumahay ka gudoomiyo gobol Banaadir ahaan iyo ka duq magaalo ahaanba in maaragtay aan gacmahayna hadii aan dahan waxbaan ku xalinayna gacmahayna xukuumadu xalis ma ku xalis maayaan in wax nooga xumaadaan mooyaane marka sidaa darteed
جهوين كلا أما دردك لو بدنا الله مرة اللي هي لكرا كواسع عن مرنا وأن كل هذا إنه وحلا يوحنا ربنا وكو جاري كرا ينادي إلى هذا وأنا مع سنتين والسلام عليكم ورحمة الله. وركينا عاوة وانا قينتا.